خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم بناء على طلب بزاف بالناس، دوك الناس كاملين طلع لهم الدم حيت مشاو لينا لي زابارطمون ديال عوام المرس اللي كانت عندنا 32 فراشها واللي مشات لنا 24 مليون فراشها. اليوم جبنا لكم ابارطمون فينا هنا كاينه في العوامه المرس، وتهي الثمن ديالها همزه بحال اللي اخرين. حق عندكم تفلتوها بحال اللي فلتو اخرين، ما على الرسول الا البالة. هاد الهمزه تاع فاطمه الزهراء نفكرهم راه كيتباعوا بنهارهم. اذا ما تبعوش بنهارتهم في سيمانتهم يعني ابونا فعلوا الجرس باش يوصل لكم ديما الجديد ديالنا. راه اللي كنقول عليها همزه راه كيطرو فيها الناس. نقول معلومات على هاد لابارتمون. لابارتمون جات بروميير ايطاج في عماره ديال الدوحه، وي العوامه المرس، فيها 56 متر، وجات في الايطاج الاولاني، فيها جوج البيوت، صالون، كوزينه وحمام. والمفاجاه حتى ندخل الداخل وهنا هذيك حتى الاخر انا نقولها في الاول. هي لا ندخلوا مع طوي. يلا نشوفوا هذا الابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم جات في العوامه المرس، جات في الايطاج الاولاني. كنجبروا مع الدخله ديال لابارتمون ديالنا، علاش ما ديالنا كاين حمام طوالت؟ الحمام طوالت هو هذا كيف ما كتشوفوا، راه جا فيه طوالت حاجه كومل، فيه لافابو، جات فيه الدوشه اللي تقدروا من بعد تعملوها كوليس، وحتى الفرفاره للطاقه ديال التهوية. الفرفاره كيف ما كتشوفوا هنا، يعني كيف ما كتشوفوا راه مصلوح مزلج. الحمام ديالنا جا فيه الزلج حتى النص، وي يعني ما عندكم ما تصلحوا فيه، وما فيهش لا بروده لا غموله لا حتى حاجه، يعني بقى مع العلم انها كتبقى مشدوده. هاد لابارتمون حتى هي من لي زابارتمون اللي كيبقاو عندنا مشدودين، يعني ممكن لا غموله لا كل والو في الحمام. وهنايا كاين الكولوار كنجبروا فيه هاد اللعيبه اللي كيعملوها بزاف على حسب العواول الاستيتوين، ما يضربوش راسهم مع الحيطان. هي كتكل على العواول الاستيتوين، راه كتبان بحال القبس بالحق، هي راه ماشي ديال القبس. وي ما يضربوش راسهم وما يخربقوش في الصباح، حنا عارفين غير السيلو، يعني كتحمي بزاف د الحاجات. ودابا نخليكم تكتشفوا الصاله مع هنا، وغتقول لكم المفاجاه. يلا فاطمه ندخلوا نوريهم الصاله ديالنا ديال لابارتمون. هذا الصاله كما كتشوفوا مع الدخله راها كبيره واسعه تبارك الله، جات فيها التفريشه هادي. والمفاجاه ديال هاد لابارتمون فاطمه الزهراء راه واخا انها كتبع خاويه بالحق، مولاتها غادي تعطيكم معها هاد الفراش. هذا كاين الفراش اللي هنايا، وكاين صاله مونجي اللي كاينه في الكوزينه، غادي نوريوها لكم من بعد. الصاله ديالنا عندها واحد الطاقه كطلع على واحد الاطلاله رائعه جد جد رائعه، بلا ما نوريها لكم. اللي بغى يشوفها ما عليه غير يتواصل معنا الارقام اللي كاين في اعلى الشاشه، وحنا غادي نجيبوه حتى لابارتمون ويشوف الموقع بالضبط والاطلاله ديالنا. وي ها هي فاتي كدي طيب لكم في الفراش اللي غادي يبقى كادو فافور مع هاد لابارتمون. كنعرفو حنا المغاربه كنحمقوا على الحاجه ديال الفافور. كيف ما كتشوفوا عملات هاد الشكل هذا هنايا حتى في الباب ديال الصاله، وعملاته هنايا، وهذا الشيبور هذا حتى هو راه كيبقى كادو مع لابارتمون. يعني بصح فاطمه الزهراء اسمح لي كنقطعك، هاد الحيط غادي يحمي لك العواول ديالك، وفي نفس الوقت عطى واحد المنظر مزيون للحيط. بزاف بزاف غزال بزاف، ودوراته حتى على باب الصاله من برا كيف ما دخلات فاتي وراتنا، يعني عطى منظر رائع. ودابا بلا ما نطولوا عليكم يلا نكتشفوا باقي لنا جوج بيوتات النعاس والكوزينه والبالكون ديالها اللي كاينين في هذا لابارتمون اللي جات في العوامه المرس. فين جات العوامه المرس بالضبط؟ العوامه المرس جات قريبه من العوامه كوميساري العوامه، قريبه من المجد، من جهه اخرى قريبه من بني مكاده، من دار التونسي، وقريبه من جهه اخرى من اهلين ومن طريق الرباط، حيت مع الطرقان الجداد اللي عملوه في الشارع عملوا طريقه جديده كتدي ديريكتومون لطريق الرباط، محطه جديده. وي وهنايا كيف ما شفتوا كل وقت تبارك الله راه جا طويل، كيجمع هنايا جوج بيوت ديال النعاس والكوزينه والباركون. نخليكم تشوفوا بيت النعاس الاولاني هو هذا. حتى الفصاله ديال لابارتمون جات مزيونه،
مزيانه بزاف. وصراحه الله الثمن ديال بارابور ان فيها جوج بيوتا وكوزينه وباركون ثمن همزه. اللي عندكم تفرزوا هذا لابارتمون اللي كيقلب على ابارتمون بهذا الثمن هذا وفي هذا الموقع هذا ما عليه غير يتواصل معنا وان شاء الله نجيبوه باش يشوفها ونديوه عند النوتير ان شاء الله وغتكتب لي. اللي بغيتوها كاش ولا كريدي راه ديكلاراسيون توتال ديال لابارتمون. ديكلاراسيون توتال ديكلاراسيون توتال تصريح 100%. يعني الناس اللي باغا تعمل كريدي من البنكه راه ما كاينش اشكال تصريح 100% سواء من بنك اسلامي ولا من البنك العادي. يعني ديرها تهنا من الكرا وهاتينا عندك لابارتمون ديالك. واخا فاطمه الزهراء غنقولوها للناس حصريا في الفيديو ديال اليوم هو انكم لا بغيتو تعملوا كريدي من البنك عادي ما عليكم غير توصلوا معنا حنايا عندنا دي كونفونسيون مع لي بونوك اخرين وغادي تديو كريدي ديالكم بلوطو ناقص. بلوطو ناقص والمده سريعه يعني ما تفوتشي شهر. كريدي حنا عارفين كيكمل شهرين 3 شهور 4 شهور باقي مول لابارتمون السيد اللي باغي يشري باقي ما توصلش بالشيك ديالو حنايا كنوعدكم لوطو ناقص وحتى المده حتى هي ناقصه. كنحاولوا ما امكن اننا نسهلوا على الناس اللي كتشري باش يتهناو من الكراوي ملكو حتى هما. داكشي اللي كاين هنايا كنلقاو الشومبر الثانيه اللي حتى هي الصاله ديالها والجزئيه ديالها بحالها بحال الشومبر الاوليه حتى هي كطل على داك المنظر طبيعي الرائع الخزان اللي كاين هنايا داك منظر خطر واري يعني يجيو غادي يشوفوا غادي يعرفونا علاش كنهضروا. وكيف ما قلنا لكم لابارتمون جات في العوام المرس فيها 56 متر جات في الايطاج الاولاني فيها جوج البيوت صالون كوزينه وحمام وبالكون مع الكوزينه والفراش اللي شفتوا فيها داك الصالون وصالون جيلي مع الكوزينه كتبقى طابور مع لابارتمون. هنا كنلقاو الكوزينه ودابا نشوفوا الكوزينه والبالكون اللي باقينا في هذا لابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم جات في الايطاج الاولاني والكوزينه ديالها جات حليلوه حليلوه والله الا جمعها كل شيء عند تما ديك لورنيه تما مزاونه وصالامونجي صالامونجي اللي غتبقى كادو مع لابارتمون. كاين هنايا لورنيه بالبلاكارات ديالها وعاد كاين هنايا الطاقه ديال الكوزينه اللي فيها شبيك الحديد وفيها واحد القصب مي نتوما ماشي ضروري تخليوه حيت هي غير مولات الدار درتو هنايا حيت الناس اللي كانوا جالسين عندها هنايا داك العام اللي فات كانوا كيبغوا واحد شي خصوصيه عليها عملوا هاد يعني هاد القصب. اما نتوما تقدروا تحيدوه وكتدخل لكم ديك ساعات الاضاءه زايده للكوزينه ديجا البالكون كيدخل اضاءه وي فيها حتى البالكون اللي كيدخل الاضاءه وفيه حتى لومبلاسمون ديال الماكينه ديال التصبيغ. والسعيه ديال البالكون ديالنا هي هذه كما كتلاحظوا حتى هو بالكون كبير واسع وفيه الشباك ديال الحديد يعني ما تخافوش على لابارتمون ديالكم الشاجر كاملين شبابك ديال الحديد البالكون حتى هو واخا بالكون عاملين لي داك الشباك الحديد كبير الباب ديال لابارتمون حتى هو عاملين لي باب الحديد يعني ابارتمون امنا وسيكيوريتي غير سد بيبانك وسد طاقاتك وغير صافي. ديجا العماره فيها السكان يعني ما عندك علاش تخاف والمجمع حتى هو كامل مسكون يعني ما كاينش شي عماره فيها السكان وكاين سانديك والمجمع عامر يعني فيه مدرسه يعني عموميه فيه الجامع فيه الحمام بقاقل جوج ديال لي فارماسي وقريب يعني حتى الاسواق القرب قريب حتى الاسواق القرب وفيه يعني جميع اي حاجه تحتاجها وكاينين طوكسيا كبار اللي كيديو لبنيما كذا للمدينه والمسنانه وكاين حتى الطرمبيات كاين عاد الطوبيسات والطوبيسات كنقولو حنا كاين الطوبيسات والطرمبيات اللي كيديو فين ما بغيتو. شنو باقي ما قلناش هند على قلنا كاع المعلومات باقي لنا غير الثمن الثمن ديال هاد لابارتمون اخوتي وخواتاتي اللي جات في العوام المرس اللي كاع لي زابارتمون اللي ديال العوام المرس الحمد لله تباعو لنا هادي الثمن ديالها 30 مليون سنتيم والفراش كيبقى معاها كادو وبالدرهم 300,000 درهم سواء بغيتوها كاش سواء بغيتوها كريدي مرحبا بكم. ديكلاراسيون اصلا طوطال ديكلاراسيون 100% محفظه بورقتها بكل شيء وتسهيلات اذا بغيتو تعملوها مع شي بنك من اللي عاملين معاهم حنا لي كونفونسيون مرحبا ما كاين حتى شي مشكل غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. شمن الساعه اللي تواصلوا معنا فيها من 10 الصباح ل 8 العشيه طيله ايام الاسبوع ما عدا يومي السبت والاحد والعطل الرسميه. الواتساب راه ما كنجاوبوش في زابيل كنجاوبو غير لي ميساج او لي زوديو
اقرب وقت، يعني كنحاولوا ما امكن نجاوبكم في اقرب وقت. الا جاوبناكم العشيه اولا بالليل راه هذاك هو اقرب وقت. حتى الناس ديال الخارج، الناس ديال الخارج اللي ما كيعرفوش يتواصلوا معنا في لي زابيل الواتساب، تقدروا تعطيو النوامر ديالكم العائلات اللي كاينين في المغرب وحنا نتواصلوا معاهم، ما كاينش اشكال في داك الشيء. عندكم ابارتمون دار بالطبقات، فيلا، ارض بغيتوا تبيعوها او تبنيوها، حنا كنتكلفوا حساب البني، محل تجاري بغيتوا. حتى الاعلان تاع فاطمه الزهري كتنسى ما تقولهاش. عندكم قهوه، مطعم، اي حاجه بغيتوا ديروا لها الاشهار تواصلوا معنا وحنا نتكلفوا بها في الارقام اللي كاين اعلى الشجره وحنا نتكلفوا بها وان شاء الله ما يكون غير. وبغيتوا تقسيوا على هذا لابارتمون عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه ضروري ما تعطيوه لنا باش حنا نعرفوا علاش من الابارتمون كتهضروا، نعطيوكم عليها كاع لي ديتاي ان شاء الله، نعطيكم كاع المعلومات، قلنا جميع المعلومات للناس صافي سالينا. نتمنى ما كنوش اللي كنطولوا عليكم، وديما كنقول لكم راه كنتسناو اقتراحاتكم طلباتكم، واذا شي حاجه ما عجبتكمش قولوها لنا في لي كومونتير لتحت وغادي يكون غير خير ان شاء الله. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتمنوا الدور ديالكم يفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي، وقولوا امين ونهاركم مبروك.